لدغته خطيرة، تصيب الشخص بالشلل أو حتى الموت. حقنة من سمه قادرة على شل الجهاز العصبي بأكمله. رغم خطورته إلا أنه يستخدم لأغراض طبية متعددة. سم العقرب السائل الأغلى في العالم، تبلغ تكلفته 39 مليون دولار للجالون الواحد. مادة كيميائية سامة للأعصاب، يتم الحصول عليها من أنواع مختلفة من العقارب. يعد عقرب ديثتوك الأخطر من بين أنواعه المختلفة، ويستخرج منه هذا السم بالتحديد. تكلفته باهظة لأن حلب عقرب واحد لا ينتج عنه سوى قطرة سم بحجم حبة سكر واحدة، فالحصول على جالون واحد يحتاج حلب ما يقرب من 2.64 مليون عقرب. له خصائص حركية دوائية وفوائد متعددة في المجال الطبي، إذ يستخدم لعلاج اضطراب طيف الكحول الجنيني وقتل بكتيري العنقوديات والسل، ويستخدم كمسكن للألم ويعالج التهاب المفاصل. يستخدم أيضا في الأبحاث المتعلقة بالسرطان والكشف عن أورام المخ. هل سمعت عن سم العقرب من قبل؟